السلام عليكم، مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. طبعا احنا معودينكم دايما كل خميس وجمعه بيكون في فيديو او فيديوين، واحنا ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ثلاث حاجات عشان الناس اللي داخله في اول الفيديو تبقى عارفه. هنصور جزم كلاسيك موديلات حلوه جدا ان شاء الله وعليها عرض جامد. هنصور سليبرات حريمي قويه جدا جدا جدا، وهنجيب لكم بالاثباتات اسعارها بره، بتكون اسعارها رهيبه جدا. وهنصور سكتشر من الموديلات اللي هي متكرره عندنا، عشان برضو في ناس كتيره ما تعرفهاش واول مره تشوفها. فيلا بينا، لو انت اول مره تشوفنا، احنا عندنا ثلاث فروع: اسكندريه، في القاهره عندنا فرعين، في امبابه وفي مول اركيديا. احنا دلوقتي اهو بنصور من المكتب اللي في مول اركيديا. لو حابب تنورنا تحت امرك، العنوان اهو: مول اركيديا كورنيش النيل، الدور الارضي قدام بتاعه خير زمان. ده العنوان بتاعنا. يلا بينا اوريكم شويه الحاجات اللي هيجيبك سكرين شوت وتبعت للرقم اللي بنحطه هنا فوق ده. نبدا باول حاجه، الموديلات اللي ايه الكلاسيكيه، ده بونس بي ار. الحاجات دي يعني بتبقى يعني ايه براندات مش معروفه، انون براند، بس حاجات قويه جدا. ده من الحاجات يا جماعه اللي الحاجات اللي اسعارها بتكون مش غاليه، بانس جميل طبي مريح، هو انون براند مش براند جامد، بس خاماته كلها من الجلد الطبيعي. حتى بص الرباط، الرباط بتاعه جلد طبيعي، حاجه محترمه جدا. ده بينشط الدوره الدمويه وسعره بسيط جدا ان شاء الله. دي قطعه زيكن. الزيكن ده من البراندات يا جماعه اللي بتكون غاليه جدا، يعني بره الناس اللي عايشه بره في اوروبا او في اي مكان معروف الزيكن ده عندهم للكلاسيك، ناس البشوات اللي بيلبسوا الكلام ده. طبعا هو في من هنا زي حته كده رابر عشان خاطر ما توجعش رجليك وانت ايه ماشي بيها. دي مقاسها 42، والفرده اللي فاتت مقاسها 40. الفرده اللي فاتت دي مقاسها 40. دي ولك لندن، من الحاجات الكاجوال المحترمه قوي. طبعا جلد طبيعي، جلد مقلوب طبيعي، شموا ما شاء الله، فيها من هنا كده قطعه اهي ولف لندن. ولك لندن مقاسها 12، اللي هو مقاس 46 47. دي مقاس 47. طبعا في الكلاسيك المقاسات بتكون مختلفه شويه، فبرضو ايه اللي عاوز يعرف، هي مقاسها 12 بالظبط. دي مقاس 42 برضو زيكن، ديزاين تاني مختلف. حاجات دي كده في الافراح والمناسبات بتبقى مطلوبه جدا. وطبعا انت لازم تكون بتلبس حاجه شكلها شيك، مش اي جزمه تتلبس تعمل ريحه وكده، لان الحاجات دي انت دي بقى اللي تتلبس من غير شراب. الحاجات الوحيده اللي تتلبس من غير شراب فعلا صح، وعلى الحقيقه هي افضل بكتير جدا من الفيديوهات. تقدر برضو تنورنا في اي فرع من الفروع بتاعتنا ان شاء الله، بس الحاجات اللي احنا بنعرضها دي فرع اركيديا عشان حد برضو ايه متابعنا لاول مره ولا حاجه. طبعا دي ميدن ان انديا، معموله في الهند. زيكن جلد طبيعي برضو نفس الكلام، هي مكتوب عليها ميدن ان انديا. مناسبات برضو الافراح الحاجات دي بتبقى في الشياكه خالص. طبعا ده يتشال كده بيكون ايه زي ما انت شايف، بس احنا حاطين دي عشان الحفاظ عليها. موديلات قويه جدا. انا ما كنتش بجيب الكلاسيك، بس جه عندنا فتره وناس كتير مطالبه الكلاسيك ومش عارفين نطلق من نجيبه، فمن حسن حظنا الجميل ان الموديلات دي قويه وحديثه، مش موديلات وموديلات غاليه كمان ما شاء الله. 43 برضو الزيكن دي فرده، بص معموله هاند ميد يا باشا. بص هاند ميد، وقطع بتبقى مش منها كتير ما شاء الله. دي قطعه تشيلسي بوت كده، حته عالميه برضو. بي ار بي ار بي اي اي ار، اللي هو يعني الجزمه الانون براند، بس معموله من ريسايكلينج، من المواد اللي هي اعاده تصنيعها 100% ريسايكلينج، اهو مكتوب عليها. اتفضل عم تامر. بص ما شاء الله، من الحاجات برضو اللي هي ايه يعني بتدور على حاجه تشيلسي كده بوت عالميه، هي دي افضل حاجه ممكن تلبسها ما شاء الله عليها. دي مقاسها يا جماعه 45 تشيلسي بوت. ولك لندن نفس الكلام، ما شاء الله برضو من الفرد الجميله زي ما انت شايف كده. يا رب تكون واضحه في الفيديو كويس. طبعا احنا بنعرض كل الحاجات دي او اغلبيه الحاجات دي بنعرضها على الانستجرام، وهنحط لكم اللينك بتاعه او الاسم بتاعه هنا، هو يو اس اي ستور، برضو تقدر تخش عليه. لو انت مش بتحب تتفرج على فيديوهات طويله والكلام ده، فتقدر تخش تتفرج برضو على الانستجرام صور. احنا بنعمل الفيديوهات الطويله دي للناس الهاويه، الناس اللي بتحب الموديلات العاليه. بالنسبه للموديلات العاليه بقى، تخش في اول سليبر ولك لندن. بص يا باشا، السليبر ده 200 يورو 300 يورو 250 يورو، وانا بحط لكم اثباتات هنا، يعني انا بحط لكم هنا اهو. وفي الحريمي، لان انا عملت ريسيرش على الحريمي وطلعت حاجات اسعارها فلكيه جدا. دي مقاسها 46، لا دي مقاسها 12 يعني. فرده دي يا جماعه طبيه، طبعا جلد طبيعي، رابر عالمي جدا جدا جدا. الناس اللي مقاسها كبير هتستفاد قوي بالحاجات دي. طبعا انا في حاجات حريمي هنا، بس هنخش عليها ايه في اللي جاي ان شاء الله. دي قطعة
قطعه سكتشر من الموديلات اللي عندنا منها كتير 47، عندنا منها اكتر من مقاس. القطعه دي عندنا منها اكتر من مقاس، ممكن تسال في 43 في 42 على ما اعتقد. اسال على القطعه اللي هنوريها لك في السكتشر اللي انت هتشوفه دلوقتي ده، في منهم مقاسات. اغلبيه السكتشر اللي هوريه لك دلوقتي في منه مقاسات. دي برضو مقاس 44، في منها برضو عندنا مقاسين او ثلاثه. طبعا احنا حاطين بس هنا ايه عشان ما حدش يقول لك ده ايه، احنا حاطين ده عشان نربط الشوز بيها عشان ما تضيعش الفرده اللي الفرده الثانيه اهي 45. الفرده دي مطلوبه، في منها كتير عندنا بفضل الله، برضو تقدر تطلبها تجي لك في اي مكان في مصر. اصلي كل شغلنا 100%، وهنثبت لكم واحنا بره باذن الله الايام الجايه دي، نثبت واحنا بره، نوريكم كل حاجه، الاثباتات واحنا بنشحن واحنا بنتسوق ازاي او بنجيب البضاعه ازاي. دي 46. طبعا الناس اللي عايزه الجزم اللي هي الخفيفه الرايقه، الناس اللي يعني اعمارها كبيره شويه او حتى بيعاني من اي معاناه في رجله او في ظهره، النعل ده يا جماعه من احسن النعول اللي تقدر تمشي بيه ومريح جدا. عن تجربه، انا ما بقولش كلام بيع خالص، انا بوصف لك الحاله اللي قدامي، لان انا عندي واحد من ده، فبصراحه انا لما بلبسه ممكن امشي بيه 10 كيلو عادي، يعني ما احسش باي حاجه خالص وانا ماشي. دي برده لون تاني من الشوز اللي هو الزيتي، عندنا منه برده اكتر من مقاس، تقدر تسال برده عليه. فرده محترمه جدا، في منها مقاسات انا مش هذكر المقاس بتاعها، بس ممكن يكون في 42 43 45 46، يعني اسال وهنقول لك المقاس الايه اللي عندنا كام ان شاء الله باذن الله. دي قطعه المعلم تامر قاسها، قول لنا رايك يا باشا. هذه كتير بتجنن، فخمه صح لدرجه اني لما يعني لبستها حسيت براحه رهيبه والله جدا والله. هي ممكن انا ما بحب السكتشر بس حبيته لما شفت الراحه تبعته. ايوه هو 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 كده مريح، وغير هيك على اللبس اجمل من الشكل كده. احنا طبعا مش بنقول كلام مبيعات، احنا بنقول كلام واقعي، يعني انا لو في حاجه مش مقتنع بيها مش هقولها اصلا، هو بالظبط. فيعني انت الشوز ده مجرد انت شايفه كده ممكن تحسه شكله عادي خالص، بس في اللبس موضوع تاني كتير بجنن ما شاء الله. ذوق على اللبس اجمل من انك تشوفه على 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 الكاميرا وانك تشوفه على الحقيقه. بالظبط. انت بس اللي ذوقك حلو يا عم تامر حبيبي. احلى تحيه للاردن واهل الاردن كلها فوق دماغنا حبيبي يا عم تامر. طبعا دي قطعه مقاس 47 برضو، دي برضو صيفي. الحاجات دي هي بتاعت الصيف بقى، طبعا في منها برضو اكتر من مقاس، تقدر تسالنا عليها. طبعا احنا مش حاطين فيها حاجه، بس الاوريجينال دايما تلاقيه واقف كده من غير فرش ومن غير اي حاجه، بس اهو كده الجزمه الاصلي يا معلم. الاصلي يا معلم. طبعا 47 46 دي في منها اكتر من مقاس، اسالنا برضو هنقول لك. دي برضو في منها اكتر من مقاس، برضو اسالنا برضو هنقول لك. بنحاول نكرر شويه في السكتشر وبنعرضه بقى لنا 3 4 شهور. احنا كنا جايبين كميه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، ما فيش حاجه منهم موجوده، يعني تقريبا عدد بسيط جدا من عدد كبير جدا كان موجود عندنا. بفضل الله احنا معروفين باسعارنا المميزه والاصلي، يعني فكره اصلي دي مهمه قوي، ما بنعرفش نخلط شغل ابدا ابدا. دي برضو قطعه تانية مقاس 44، نفس الموديل بالظبط، بس البانس ده اسال على البانسات اللي شبه كده السكتشر، وجرب انك تلبسها لو بتعاني من اي حاجه في رجلك او في ركبتك، تاكد انك مش هتعرف تلبس حاجه تانية غيرهم 100%. طبعا وانت ماشي انت رجليك كلها بيدخل لها هواء من الشبك ومن الفرش من جوه، بيكون اير كلاود، يعني بيبرد الرجل طول ما انت ماشي. هنصور بقى شويه حاجات كده اللي جاي ده كله، سليبرات حريمي عاليه قوي. هنبدا باول كده قطعه اللي هي الشيبس دي. القطعه دي مقاس 38، شيبس دي مقاس 38، طبعا طبيه مريحه جدا، جلد طبيعي ومن البراندات الغاليه قوي قوي قوي. وادي التفصيل اهي 120 150، انا ماليش علاقه بال 150 وبال 120 يورو دي خالص. احنا اغلى حاجه في السليبرات اللي هتشوفوها دي هيكون 850 جنيه ببلاش، والله ببلاش. فيعني احنا بنحاول نجري في الحاجات الجديده اللي عندنا، بعد كده ان شاء الله هنحاول نكسب فيها. احنا دلوقتي مش بنكسب فيها خالص، بعد كده نكسب فيها، بس نبقى عودنا الناس على حاجه كويسه وبعد كده نبقى نكسب شويه واحده واحده. دي قطعه مقاس 44، طبعا لوالدتك بقى او لاختك او لمراتك، لو حد وش رجله عريض او رجله كبيره شويه 44. دي لو ينفع تكون رجالي انا ما كنتش هسيبها. ما ينفعش تكون رجالي ده تامره يا معلم، ما ينفعش دي تكون رجالي، حريمي صرف. بس ينفع، انا حابب تكون رجالي صح. جلد طبيعي، موديل جامد جدا. الموديلات ده يا جماعه غاليه في سعرها في التوكيل جدا جدا جدا. بصوا الصندل ده، بصوا الصندل ده ميدن اسبان اهو، بص ميدن ان اسبان ما شاء الله. بص الاكسسوارات بتاعته والشياكه يا
بص اعمل سيرش عنه بس. انت بس اكتب اسم الموديل اسمه معنى الكتالوج. الو الو الوش الوس 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 ده شكله اسب الوس ده اسباني طبعا. الوس ده اسباني اللي حتى الكلمه حتى الكلمه مش يعني احنا بننطقها انجليزي بس هي مش انجليزي. الوس ده برضو من الممنوعات اللي عايز فنان او فنانه يعني. بص كابتونيه زائد اذا بتلاقي الحبه هاي مش هتلاقي عرض. لا 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 اعملهم عرض اذا بيلاقوا الحبه هاي زي اي شيء بتعرضه انت هون بالظبط ياخدوها الثاني مجانا. بالظبط انا لو القطعه دي فعلا لو القطعه دي فعلا موجوده في اي مكان في مصر خدها مجانا او اي سليبر من اللي بيعرضه ده موجوده في اي مكان في مصر في الدنيا ببلاش. اربح ببلاش يا باشا ببلاش. بص البراند ده اصلا براند تقيل جدا 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 طبعا. صراحة اول مره اشوفه ما شاء الله. انا في براندات ما اعرفهاش بس بكتب عليها يا تامر 250 300 350 دولار يعني اسعار كبيره جدا يعني. زي ده مثلا انا فيلد ده برضو خش انا حاطط لك برضو لينك هنا بس ده للاسف في ديفو هنا بس برضو هنصلحه ونديه لك ايه سليم. من كتر ما هي شغله اصليه وما في منها غير ون بيس يعني في اكتر من الاشياء بتلاقيها يعني زايحه هيك شويه من هنا شويه. لو هي جديده وكوبي بتلاقيها ما في ولا نقره منها. مستحيل. فهمت علي؟ مستحيل. تحس ان في هنا سيمتريه رهيبه في التناسق بتاعه الالوان والحاجات حاجه يعني حاجه لاكجري فخمه يا عيني عليك. بص السليبر ده ما شاء الله برضو من الحاجات الجامده جدا ده اشياء كمان غير انها حلوه بريفنت. وبتجنن. ايوه اشياء غير انها حلوه وبتجنن انه ما بتخاف عليها انها تتكحل او لا لا انسى فيها. العمر كله اللبس ده بتاع العمر كله تمام يعني البس ودوب طول عمرك وورث كمان لاحفادك واحفاد احفادك اللبس ده الاصلي. هو الاصلي كده دايما الاصلي بيكون سعره غالي شويه بس عشان ايه؟ عشان هو بيكون ماتيريال عالي وده المهم. بص السليبر ده برضو ما شاء الله حاجه كده طبعا. الفيديو انا بقول لك 90% الفيديو ظالم الكلام ده. الوضع مختلف مختلف. ده بقى ايه بقى؟ ده دكتور مارتن يا جماعه من السليبرات الغاليه جدا. ده السليبر ده بس اللي هيكون سعره مختلف عن الحاجات التانيه. ليه؟ لان الدكتور مارتن يعني اسعاره فلكيه وما ينفعش يكون بنفس السعر اللي احنا عاملينه. ده هيكون سعره مختلف شويه. ما شاء الله. اللوشو برضو نفس البراند ده نفس القطعة تاني مقاس 38 نفس القطعة تاني مقاس 38 ما شاء الله. فرد عالمية وغالية جدا بس مش غالية على الناس طبعا. ده برضو صندل النوفو ده برضو بص معمول برضو كله هاند ميد برضو زي ما انت شايف كده. طبعا السليبرات دي اللي ببيعها بالسعر ده معظمها مش كلها ريتيرن. هي راجعة لسبب معين لكحتة صغيرة لحاجة بسيطة. بس انا لو الحاجات دي جديدة بالبوكس 100% المفروض اقل سليبر من دول يتباع مثلا ب 3000 جنيه وده الطبيعي وده الواقع الطبيعي. يعني انا مش عايز اقول لك مفيش حد في مصر تاني هتلاقي عنده الكلام ده عشان نقول ايه نقارن او نشوف. بس بفضل الله انتوا هتحكموا بعينيكم وبالكواليتي اللي انتوا شايفينه. يعني بص الكواليتي ده انا حابب ان انت تعلي الكواليتي عشان تقدر تتمزج وتشوف اللي احنا شايفينه. بص السليبرات ما شاء الله 38 36 37 زي ما انت عاوز. سليبرات عاليه جدا وغاليه جدا. احنا المفروض السليبر من دول المفروض اقل سليبر من دول يا جماعه يعني ما ينفعش يقل عن 1500. بس احنا بنقول ايه نمشي العمليه. في حاجات ممكن تبقى ب 850 في حاجات ب 450 في حاجات ب 1200 جنيه ودي اغلى حاجه هتكون عندنا في السليبرات. يعني احنا عندنا ثلاث اسعار. انا حبيت بس في الفيديو حبيت كده في الفيديو يا جماعه اوريكم عينه من اللي موجود. السليبرات اللي انتوا شفتوها دي في منها كتير وجدا يعني زي ما انت عاوز هتلاقي. ابعت لنا بس مقاسك في الواتساب ان شاء الله احنا بنحاول نظبطهم ونظبط مقاساتهم وهنقول لك المقاسات بتاعتهم كلها والاسعار. طبعا احنا قلنا الانافيلد ده او السليبرات اللي هي الكعب وكده من اول 450 جنيه لحد 1200 جنيه دي اغلى حاجه خالص عشان حاجات اسعارها باليورو او زي ما انت شايف كده. فانت اعتبر احنا شلنا كلمه يورو بس يعني لو باليورو وب100 فانت بتتكلم في 3000 جنيه. احنا بنبيع ب1100 وب1000 وب850 وفي ناس اوقات بتقول احنا اسعارنا شبه التوكيل. تعالى نطلع على التوكيل ونشوف الاسعار عامله ازاي. انا عملت الموضوع ده مرتين او حاجه بس تعالى نطلع على التوكيل ونشوف الاسعار. مستحيل نكون حتى قريبين من حتى سعر اوتليت. الناس القديمه عارفه. طولنا عليكم. السلام عليكم. Thank you.
طبعا يا جماعه انا نسيت السليبرين دول، ده واحد ايكو طبعا سليبر عالمي جدا جدا مقاس 40، ونسيت سليبر تاني برضو. ايه حبيت في اخر الفيديو برضو كده اوريكم الحاجات اللي انا ايه نسيت برضو اصورها عن قرب كده. حاجه بص الخواجات بتعمل حاجه بتأني جدا 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 يعني. طبعا بص كابوتوني يا معلم، بص كابوتوني ما شاء الله. دعواتكم يا جماعه، السلام عليكم.